مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا حادثة سير خطيرة في شارع الحسن الثاني فوق سكة التراموي أو ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع لالا الياقوت. الحادثة اللي وقعت إجراء اصطدام جوج ديال الدراجات النارية فيما بينهم، وعلى العلامة أنهم جوج ديال الأشخاص بجوجهم مصابين وسقط الأرض في انتظار وصول سيارة الإسعاف من أجل النقل ديالهم إلى المستشفى. كيف كتشوفوا جوج ديال الأشخاص ساقطين على الأرض، رجال الأمن حاضرين في أي المكان من أجل تأمين المكان في انتظار وصول سيارة ديال الإسعاف من أجل النقل ديالهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية. الحادثة وقعت ما بين جوج ديال السيارات، سيارة من نوع صيني وسيارة من الحجم درجة نارية من الحجم الكبير من نوع اس اش. مزيدا من الحذر مشاهدينا الكرام، مزيدا من التأني، مزيدا من عدم التسرع أثناء السياقة. السرعة تقتل كفى من حوادث سير، نحن في غنى عنها. جوج ديال الأشخاص ساقطين على الأرض، نتمنوا الإصابات ديالهم ما تكونش إصابات خطيرة. إذن مشاهدينا الكرام، في انتظار وصول سيارة الإسعاف سنأتي إلى نهاية هذا البث وإلى مباشر آخر غادي نقول لكم من خلال لحظة تدخل سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية ونقل أشخاص المصابين في هذه الحادثة ديال السير إلى المستشفى.